تمام. اوكي كمل. بس فهي الامور بين النادي الاهلي واتحاد الكره واصله يعني لحيطه سد. انا شايف انه مجلس الاداره في تخبط واضح، بقول لك انه على الاربعاء او الخميس هيبقى في مدير فني لمنتخب مصر. دي كلها ضمن الحاجات اللي موجوده على مائده المفاوضات داخل اتحاد الكوره، ده ان كمل يوم الاربعاء والخميس. ده اذا كمل الاتحاد ولا اذا كمل ايهاب جلال؟ في كل الاحوال ايهاب جلال ماشي ماشي، في كل الاحوال ايهاب جلال ماشي ماشي خلاص، دي ما موضوع منهي. ولكن هو يوم الاربعاء او الخميس هيعلنوه علشان خاطر الراجل عنده ماتش كوره، يعني ما ينفعش يقف على الخط ويدرب. فبالنسبه لنا ايهاب جلال خلاص، يعني انا بقول لحضرتك هم خدوا توصيه النهارده انه كابتن حازم والكابتن بركات يشوفوا مدير فني اجنبي، فمعنى ان هو يشوفوا مدير فني اجنبي تم اقاله الكابتن ايهاب جلال. طيب